أن بيت المستقبل ثابت الأركان والأساسات. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل وحي معنوي. ملتزم بالاستمرار بتصريف الأعمال، وهذا الأمر اللي كان فيه تفاهم ضمني داخل القيادة الكتائبية إعلام. قصدي يعود عن مواقفه ويؤكد رضوخه لقرار حزب الكتائب. إنه أمنا هو حماية أهلنا. أحمد الحريري يؤكد مواصلة سياسة اليد الممدودة لإيصال لبنان إلى بر الأمان. الثوار يفكون الحصار عن درية ويستعدون لمواصلة الزحف إلى الحاضر. وفي النشرة تتابعون في رياضة. كليفلاند يكلل عودته التاريخية ويحقق لقب الـ NBA. أهلا بكم. على مسافة ساعات من اجتماع المكتب السياسي لحزب الكتائب، والذي تسرب أنه سيضع الوزير سجعان قصدي أمام خيارين، أو الالتزام بالاستقالة أو إقالته من الحزب، عاد قصدي عن مواقفه وتصريحاته التي أعلنها في اليومين الماضيين، والذي اعتبر فيها أن أعلان رئيس الحزب النائب سامي الجميل الاستقالة محصور بالطابع السياسي وأن لا معنى دستوريا لها. فأكد من السرايا الحكومي أنه سيلتزم بقرار حزبه وسيواصل فقط تصريف أعمال وزارته. ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي اجتماعا أمنيا حضره وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وعدد من القادة الأمنيين. واستعرض المجتمعون الأوضاع الأمنية في البلاد، وقرروا الاستمرار في الإجراءات الأمنية المتخذة في جميع المناطق اللبنانية والحفاظ على أعلى مستويات اليقظة والجهوزية، بما يعزز الاستقرار القائم ويحبط أي مخططات تستهدف زعزعة الأمن في لبنان. استقالة وزيري حزب الكتائب من الحكومة عرض لها الرئيس سلام مع وزير العمل المستقيل سجعان قزي، الذي عاد وأكد من السراي استمراره في تصريف الأعمال، إلا أنه أشار إلى أنه لن يحضر جلسات مجلس الوزراء وسيلتزم بقرار حزبه خلافا للمواقف التي أطلقها في اليومين الماضيين. أنا لست اليوم بوضع لا التمرد ولا أعمل تشيغيفارا في حزب الكتائب. نحن كلنا إلى جانب رئيس الحزب للانطلاقة وللنهضة ولطرح تصور جديد ونمطية سياسية جديدة. ملتزم بالاستمرار بتصريف الأعمال، وهذا الأمر اللي كان فيه تفاهم ضمني داخل القيادة الكتائبية عليه، وأعتقد بأنه هذا الطرح هو الطرح اللي بيحفظ دور حزب الكتائب في البقاء العين الساهرة على قضايا وملفات عديدة، وكمان بيعطيه حرية التحرك وعدم الشعور بأنه شاهد زور على بعض القضايا التي تحصل حسب ما أعلن الرئيس الشيخ سامي جميل. أوضاع النازحين السوريين كانت أيضا محور اجتماع اللجنة الوزارية الذي ترأسه الرئيس سلام، وكذلك اللقاء الذي جرى مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريت كاغ، حيث تم البحث أيضا في تنفيذ تطبيق مندرجات القرار 1701. أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن التيار لا يقبل بالوصول إلى تسويات على حساب أرواح أهلنا وشبابنا، وسيستمر باعتماد سياسة اليد الممدودة للوصول بلبنان إلى بر الأمان. إن جملة المواقف التي اتخذها الرئيس سعد الحريري مؤخرا أكدت على ثابتة رئيسية أن همنا الوحيد هو حماية أهلنا وناسنا، بعيدا عن الشعارات الرنانة التي تأتي بصوت من هنا أو هناك. هذا ما أكده الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري خلال إفطار جمعية آل منيمني، حيث مثل الرئيس سعد الحريري في حضور عدد من الشخصيات السياسية والروحية والاجتماعية وحشد من أبناء العائلة. الحريري أوضح أن الرئيس
الرئيس سعد الحريري مستمر في العمل السياسي اليومي للم الشمل وترتيب البيت السني. لأنه اللي عم بيصير بالعراق، اللي عم بيصير بسنة العراق، واللي عم بيصير بسنة سوريا، واللي عم بيصير بسنة اليمن، ما بدنا إياه يصير بسنة لبنان. بالخطاب الحماسي والمتشنج صارت 7 أيار، بالخطاب الحماسي والمتشنج صارت أحداث أحمد الأسير بصيدا. هل نحن بدنا نرجع نكرر هيدي الأحداث مرة أخرى وتصير التسويات السياسية على أرواح أهلنا وشبابنا لتهدر هيك بلاش؟ أكيد نحن بتيار المستقبل ما حنقبل بهذا الموضوع. حنضلنا فاتحين إيدينا للجميع بحوار كامل متكامل للوصول بلبنان لبر الأمان. عم بتشوفوا لحظة بلحظة شو عم بصير مجازر بسوريا، شو عم بصير بالعراق بالفلوجة، شو عم بصير باليمن. هل بدنا هذا الشيء يصير لا سمح الله بكرة بطريق جديدة أو بعرسال أو بطرابلس أو بمخيم عين الحلوة أو بسعد نايل أو بمجر عنجر؟ الأمين العام لتيار المستقبل توقف عندما قاله الرئيس الحريري لجهة تحمله المسؤولية. ونحن ككوادر بتيار المستقبل بدنا نقول له كمان أنه نحن بنتحمل المسؤولية، والمحاسبة بدها تجي عبر الانتخابات الداخلية اللي بدها تصير بالتيار. ما حنرضى ولا موقع بقى يكون بالتعيين من هون أو هونيك. خلي الناس هي تنقي مين بده يكون مسؤول عنا. بالنسبة لنا موقع الشباب والمرأة حيكون له حيز كبير بالمؤتمر العام الجديد. حيكون في كوتا مثل ما قال الرئيس بكل هيئة موجودة بالتيار، حيكون في 40% ما بين نساء وشباب بإذن الله. وخلال الحفل كانت كلمة لرئيس جمعية آل منيمني سعد الدين منيمني الذي قال إن آل منيمني من العائلات السبع المؤسسة لبيروت والتي ستظل مع مختلف الأطياف البيروتية خصوصا في هذه المرحلة صفا واحدا ضد كل من يتربص شرا بلبنان وأمنه. وختم حفل الإفطار بتكريم المرحومة نور الهدى منيمني. رئيسة البرلمان الإيطالي لورا فولديريني في بيروت والعلاقات بين إيطاليا ولبنان في صلب مباحثاتها مع المسؤولين اللبنانيين. توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشكر للشعب الإيطالي على مشاركته في قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، والمعروف أن القوى الإيطالية من القوى الكبرى الثلاث الموجودة في الجنوب. كلام بري جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيرته الإيطالية لورا فولديريني. ولفت بري إلى أن اللقاء مع رئيسة البرلمان الإيطالي تطرق إلى موضوع تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما كان هناك شرح مفصل حول كيفية التعاون بين البرلمانين الإيطالي واللبناني في المحافل الدولية. كانت مناسبة إن إلا شو العقبات الأساسية. العقبة الأساسية الأولى والثانية والأحد عشر هي عدم انتخاب رئيس جمهورية. أنا كل اللي عم حاوله إذا بتقدر تفوت من الباب إنك تحاول تقدر توصل من النوافذ. غدا رح بيكون في حوار وطني، نأمل إن شاء الله إنه نحصل على أجوبة بهذا الموضوع تفتح مجال لأن يكون نحن عندنا حل لبناني متكامل. من جهتها أكدت فولديريني أنه من صالح المنطقة ككل أن يكون لبنان مستقرا وقويا ونموذجا للعيش المشترك، وأعربت عن سرورها لأن إيطاليا ولبنان سيوقعان مذكرة التعاون بين البرلمانين، مشيرة إلى أنها اتفقت مع بري على وجوب مضاعفة الجهود للوصول إلى حل سياسي لإنهاء النزاع في سوريا لأن الحل العسكري لا يكفي. وإلى السراي الحكومي توجهت رئيسة البرلمان الإيطالي حيث التقت رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في حضور السفير الإيطالي في لبنان والنائب ميشيل موسى، وتناول البحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا. مقتل حسين دايخ في إشكال في بلدة جوية، وبحسب المعلومات الأولية فإن الخلفية انتخابية والسبب تعليق صور لأعضاء المجلس البلدي. نتائج الانتخابات البلدية والخلافات العائلية في جوية الجنوبية لا تزال ترخي بثقلها على البلدة، وآخر تبعاتها سقوط قطيل نتيجة خلاف على تعليق الصورة لأحد أعضاء مجلسها البلدي.
وفي التفاصيل أن الإشكال وقع ليلة الأحد بين آل إسماعيل وآل اللقيس في حي الرضا، تطور إلى إطلاق للنار ما أدى إلى إصابة حسين دايخ البالغ من العمر 38 عاما إصابة بالغة في رأسه، ما لبث بعدها أن فارق الحياة في مستشفى جبل عامل في صور. وعلى الإثر ضربت قوة من الجيش طوقا أمنيا في البلدة وقامت بحملة توقيفات للمتسببين في الإشكال ومطلقي النار. هذه البلدة شهدت قبيل الانتخابات خلافات عائلية وإشكالات مسلحة سقط بنتيجتها جرحى، وللتذكير فإن الانتخابات البلدية فيها كانت تنافسية بين لائحتين، الأولى لتحالف أمل حزب الله والثانية محسوبة على حزب الله. أما بعض المتابعين للشأن الانتخابي للبلدة فاستغربوا كيف أن رئيس البلدية من آل فضل الله نام فائزا باللائحة كاملة ليستيقظ فجرا ويجد نفسه عضوا للبلدية مع مرشح آخر من لائحته. وسط معلومات ترددت على نطاق واسع في البلدة حول السطو على صندوقين في أحد أقلام الاقتراع لتعديل النتيجة تماما كما حصل في بلدة القليلة. تفقد وزير التربية الياس بوصعب سير الامتحانات المهنية في الدكويني وأعلن عن تأخر إصدار نتائج البروفي حتى يوم الأربعاء. مواكبة للامتحانات الرسمية ومع بدء المرحلة الثانية من امتحانات التعليم المهني والتقني بالامتحانات الخطية حيث يمتحن 35 ألف تلميذ، جاء وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب في معهد التعليم المهني والتقني في الدكويني يرافقه المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد الدياب ورئيس مصلحة الامتحانات جوزيف يونس. بوصعب وإذ لفت إلى أن أهم اقتصادات بلدان العالم تعطي دورا كبيرا للتعليم المهني والتقني، أكد العمل على تنظيم مؤتمر قريب لمراجعة كيفية تطوير هذا القطاع. التعليم المهني والتقني بلش بهالمرحلة هلأ أكثر وأكثر ياخد دور أساسي بالمجتمع، ونحن عنا مسؤولية أنه نشتغل مع المدير العام ومع الإدارة بالتعليم المهني والتقني لنشتغل على المناهج لحتى نطورها، لنشتغل على المراكز لأنه صار في قناعة أن الحاجة الأكبر بلبنان حتى نقدر ننمي اقتصادنا بشكل أفضل هو الاهتمام بالتعليم المهني والتقني. أما عن إصدار نتائج البروفي فأشار بوصعب إلى أنها ستتأخر، أولا لأننا في شهر رمضان، وثانيا لأنه يتم التدقيق الجدي بالنتائج على مرحلتين. يتوقع أن نصدر النتائج النهائية نهار الأربعاء لشهادة البروفي، وهيك بتكون البكالوريا ماشي التصحيح تبعها، والمرحلة الثانية البكالوريا بتطلع نتيجتها بوقت أسرع. بدوره شكر دياب وزير التربية على زيارته مركز الامتحانات وإلى أهمية لهذا القطاع. نظم أهالي شهداء الجيش وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية استنكارا للأحكام الصادرة بحق موقوفي أحداث عبرة. وكيل دفاع عن شهداء الجيش زياد بطار أكد أن هذه الأحكام مجحفة لشهداء المؤسسة العسكرية ولأهلهم، مطالبا من القضاء عدم السير بالفساد المستشري في قطاعات الدولة كافة. هذه الأحكام تشبه محاصصة سكلين، كما تشبه محاصصة الخليوي، كما تشبه النفط. هذه الأحكام المحاصصة هي أحكام سياسية وليست أحكام قضائية. نحن بدنا نقول إنه بالمحكمة العسكرية في قضاة كبار، ونحن بنعرف رح يوقفوا حدنا لمتابعة هالأحكام بطريقة مميزة ومرتبة. أطلق وزير السياحة ميشيل فرعون مهرجان عيش الأشرفية الذي سيجري في 25 من حزيران الحالي ويتضمن نشاطات فنية وترفيهية متنوعة. في 25 من حزيران تنطلق مهرجانات عيش الأشرفية والتي تتضمن فعاليات فنية وترفيهية متنوعة. الأعلان عن هذا الحدث في العاصمة بيروت جاء في مؤتمر صحفي عقده وزير السياحة ميشيل فرعون بحضور رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، المدير العام للوزارة ندى السردوك، رئيسة جمعية عيش الأشرفية مايا مطر، وعدد من أعضاء بلدية بيروت ومخاتير الأشرفية. فرعون قال الأمور الأمنية ممسوكة في لبنان ولدينا صيف ناجح وحجوزات، وقال نتمنى أن نعيش معكم أكثر من 70 مهرجانا في كل لبنان، ووزارة السياحة وبلدية بيروت مجندين لذلك. أنا حقيقة صلي 4 أو 5 أيام عم بحكي وعم بتداول وعم بتناقش مع أعلى السلطات الأمنية، إن كان اللواس عباس إبراهيم، إن كان وزير الداخلية، إن كان قائد الجيش، إن كان مدير مخابرات، إن كان مدير عام أمن الدولة، وما في أي معلومة من هذا النوع.
برجع بقول ما في اليوم يعني غير الخطر الإرهابي اللي هو يعني عم بيهدد كل دول العالم. ومن يومين ثلاثة كان في خطر بمطار باريس، وكان في خطر بلندن، وكان في خطر بكتير مناطق. بلبنان وضعنا أفضل من كل هالبلدان، ما في أي خطر، ما عم تمسكوا الخيوط خيوطة القوى الأمنية، وانتوا عم تشوفوا انه أي إرهاب عم يصير عم يكون في اكتشاف نفس النهار لكل الخيوط. من ناحيته دعا ثاني السياح العرب إلى الحضور إلى لبنان وبيروت، وقال مهما صار بيروت ستبقى واقفة على قدميها. كثير عم بيحاولوا أنه يخوفوا الناس من بيروت، بيروت مهما صار ولو شو ما صار مثل ما بيقولوا بيروت واقفة على رجليها، وبيروت حتستمر بالنشاط وبالتقدم وبالمهرجانات وبالفرح والسعادة من دون توقف. بلدية بيروت الجديدة ألفت لجنة لأول مرة بمجالس البلدية لمدينة بيروت، بيتألف لجنة متخصصة للمهرجانات والسياحة. إيد بإيد مع معالي وزير السياحة حنكمل ونشتغل على مشاريع كبيرة كتير لمدينة بيروت، مشاريع سياحية ومهرجانات في كافة مناطق بيروت. المؤتمر تخللته كلمة لرئيسة جمعية عيش الأشرفية شرحت فيها فعالية المهرجان. أصدر المكتب الإعلامي لنائب محمد الصفدي بيانا أشار فيه إلى أن بعض وسائل الإعلام تداولت اليوم معلومات مغلوطة وعارية من الصحة عن السحور الرمضاني الذي أقامه النائب الصفدي وعقيلته في منزلهما. وأضاف المكتب أن نائب الصفدي يجزم أن هذا اللقاء كان خاصا جدا وهدف إلى جمع الأصدقاء إلى سحور رمضاني خلال الشهر الفضيل لا غير. بعد الفاصل في معارك متواصلة في الفلوجة، والعبادي يقول لا غنى عن الحشد الشعبي. أهلا بكم من جديد. فكت المعارضة الحصار عن مدينتي درية ومعظمية الشام في ريف دمشق بعد مواجهات عنيفة مع كتائب الأسد والميليشيات الموالية، وتمكن الثوار من السيطرة على كتلة أبنية ومواقع استراتيجية بالتزامن مع غارات عنيفة للطيران الحربي. بعد حصار كبير دام أشهرا تمكنت المعارضة السورية من فتح الطريق بين مدينتي دارية ومعظمية الشام في ريف دمشق. وأفاد ناشطون بأن هجوما مباغتا شنته المعارضة على حواجز على طريق دارية المعظمية استطاعت خلاله السيطرة على هذه الحواجز وكسرت الحصار المفروض على المدينة. وتخلل العملية أعنف قصف على دارية، حيث استخدمت المقاتلات السورية البراميل المتفجرة والفراغية، فيما دكت المدفعية عشوائيا أحياء المدينة. ولكن ذلك لم يمنع المعارضة من فتح الطريق إلى مدينة معظمية الشام المحاصرة أيضا. أما شمالا فواصلت المعارضة تحضيراتها لاقتحام بلدة الحاضر في ريف حلب الجنوبي، والتي تعد أكبر مركز وتجمع لقوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المتعاملة معه. وكانت فصائل المعارضة فرضت ثقلها العسكري على الأرض وسيطرت خلال المعارك الأخيرة على 3 قرى استراتيجية في ريف حلب الجنوبي، ثم تقدمت نحو قرية زيتان التي سقطت ناريا مع سقوط خلصة، وتابعت تقدمها باتجاه برنا. في المقابل واصلت المقاتلات السورية غاراتها على الأحياء المدنية وتحديدا حي الفردوس الذي تعرض لقصف بالصواريخ الفراغية، ما أدى إلى وقوع إصابات وخسائر مادية كبيرة. وفي ريف حلب أيضا سيطرت قوات سوريا الديمقراطية الكردية على المدخل الغربي لمدينة منبج، وأفاد ناشطون بأن السيطرة أتت بعد أن استطاعت القوات الكردية السيطرة على قرية أم الصفا بعد معارك مع تنظيم داعش وسط سلسلة غارات شنتها طائرات التحالف الدولية على المدخل الغربي قبل يومين وعلى منطقة الصوامع على أطراف المدينة. وإلى الرقة تقدمت كتائب الأسد باتجاه قاعدة الطبقة الجوية الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، وتمكنت من استعادة حقل الثورة النفطي القريب من أيدي مقاتلي التنظيم. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن كتائب الأسد تقدمت إلى نطاق 7 كيلومترات من الطبقة والتي تعتبر عاصمة داعش. بعد ارتفاع حصيلة خسائر حزب الله البشرية في الأيام القليلة الماضية، أعلنت شبكة الثورة السورية اليوم عن سقوط القيادي البارز في الحزب قاسم وهبي، وهو من بلدة بريتال وأحد أهم مسؤولي جبهة ريف حلب.
تواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها لتحرير قضاء الشرقات والمناطق المحيطة به من تنظيم داعش شمال محافظة صلاح الدين، كما تستكمل للقضاء على آخر جيوب تنظيم داعش في مدينة الفلوجة. تستكمل القوات العراقية جهودها للقضاء على آخر جيوب تنظيم داعش في مدينة الفلوجة، وتسجل اشتباكات في الأحياء الشمالية من المدينة. قائد الشرطة الاتحادية العراقية رائد شاكر جودت أكد مقتل 340 مسلحا على الأقل من تنظيم داعش خلال عمليات استعادة السيطرة على الفلوجة، في حين شنت المدفعية العراقية قصفا مكثفا على معاقل داعش في أحياء الجولان والفلوجة القديمة. فزمنا تواصل القوات المشتركة عملياتها لاستعادة قضاء الشرقات والمناطق المحيطة به شمال محافظة صلاح الدين بمشاركة قوات أمريكية خاصة، وذلك بعدما أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي إطلاق عمليات استعادة مناطق شمال تكريت وجنوب الموصل. أما في بغداد فقد قتل وجرح عدد من الجنود في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف أحد مداخل قاعدة التاج العسكرية شمال العاصمة. سياسيا، أشاد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالدور الذي لعبته ميليشيات الحشد الشعبي في المعارك، معتبرا أن الحشد الشعبي مؤسسة لا غنى عنها في المعركة ضد تنظيم الدولة. وأضاف العبادي أنه لن يتهاون مع أي تجاوز أو انتهاك تم ارتكابه أثناء الحملات العسكرية، وأنه سيتم محاسبة مرتكبه مهما كان المسمى الذي ينتمي إليه. كلام العبادي جاء رغم مطالبة عدد من شيوخ ووجهاء عشائر الأنبار الحكومة العراقية بسحب جميع فصائل ميليشيات الحشد الشعبي من أراضي المحافظة واستبدالها بالوحدات العسكرية النظامية والحشد العشائري، كما طالبوا بإحالة جميع قادة ميليشيات الحشد الشعبي إلى القضاء لتورطهم في أعمال انتقامية طائفية بحق المدنيين. يرفع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقريرا إلى مجلس الأمن عن خلاصة مشاورات السلام اليمنية في مناسبة مرور 60 يوما على انطلاقها في الكويت. عشية انقضاء شهرين على مشاورات السلام اليمنية في الكويت، يرفع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الثلاثاء إلى مجلس الأمن إحاطة جديدة بالفيديو لإطلاع الأعضاء على آخر مستجدات السلام في اليمن والخطوط العريضة للحل المرتقب، وفقا لتصور وضعه بالتنسيق مع عدد من سفراء الدول الكبرى وسفير المملكة العربية السعودية لوقف الحرب وإحلال السلام. وفي أحدث جلسات المشاورات المنفصلة مع ولد الشيخ أحمد، طرح الانقلابيون تصوراتهم للمرحلة المقبلة وتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى الإشراف على انسحابهم من المدن وتسليم سلاحهم الثقيل للدولة. وذكرت مصادر أن الموفد الأممي نقل مقترحات وفد الشرعية اليمنية التي طرحت في جلسة السبت الماضي، حيث أكد وفد الانقلابيين تمسكهم بتشكيل الحكومة الجديدة يكونون شركاء فيها، وقدموا مقترحاتهم للمرحلة الانتقالية التي ستعقب تشكيل الحكومة الجديدة. بدوره كشف عضو الوفد الحكومي عبدالله العليمي أن المشاورات مع الانقلابيين صعبة ومعقدة والمسافات لا تزال متباعدة تماما، لكنه أكد أن الوفد الحكومي لن ييأس وسيظل يعمل برغبة صادقة وجادة بحسب توجيهات الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي على أمل أن تحدث المعجزة. ميدانيا، قتل 6 متمردين حوثيين في هجومين منفصلين للقوات الشرعية في محافظة البيضاء جنوب شرقي اليمن، منهم 3 في كمين نصبته القوات الشرعية في مديرية ديناعم استهدف عربتهم العسكرية، بالإضافة إلى أحدهما قائد حوثي يدعى أبو حسين المراني في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء. في غضون ذلك، صدت القوات الشرعية هجوما لمسلحي الحوثي وصالح على محيط مقر اللواء 35 في منطقة المطار القديم غرب مدينة تعز جنوب البلاد، فيما تجددت المعارك في الجبهة الشرقية من المدينة وتركزت الاشتباكات في ثعبات والجحملية والكامب ومنطقة حمير غرب تعز. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام في جدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعقد خادم الحرمين الشريفين ورئيس الفلسطيني جلسة مباحثات تم خلالها التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني،
وتم استعراض مستجدات الأوضاع في فلسطين. وعقب الجلسة تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سلمه هدية تذكارية من الرئيس عباس. اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي برئيس أكاديمية خان، حيث يبحثان الشراكة الأكاديمية بين مؤسسة مسك الخيرية والأكاديمية. وكان الأمير محمد بن سلمان قد التقى مسؤولي شركة سيكس فلاجرز الترفيهية الأمريكية خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أسفر اللقاء عن السماح للشركة بالعمل في السعودية. قال مسؤول كبير في لجنة التحقيق المصرية في حادث سقوط طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إن المحققين سيكملون اليوم إصلاح وحدتي الذاكرة في الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي تحطمت في البحر المتوسط الشهر الماضي. ومن شأن ذلك استخلاص البيانات من وحدتي الذاكرة للصندوقين الأسودين الذي يسجل أحدهما المحادثات داخل قمرة القيادة، بينما يسجل الثاني بيانات الرحلة، وأن يساعد لجنة التحقيق المصرية على تفسير سبب تحطم الطائرة في التاسع عشر من أيار الفائت. أخلت السلطات الفرنسية اليوم محطة قطارات ليون بالعاصمة الفرنسية باريس للاشتباه بجسم مشبوه. شددت السلطات الأمنية الفرنسية من إجراءاتها بالتزامن مع تنظيمها بطولة أمم أوروبا. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساعده للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للحد من نفوذ الحرس الثوري. وأكد مراقبون أن عبد اللهيان يعد أحد صقور النظام الإيراني في وزارة الخارجية، وهو مقرب من الحرس الثوري ويدافع عن سياساته المتشددة والتوسعية في المنطقة العربية. وبحسب وكالة إسنا الإيرانية فإن وزير الخارجية عين حسين جابر أنصاري مساعده في الشؤون العربية والإفريقية خلفا لعبد اللهيان الذي بات مستشاره. قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 8 في هجوم انتحاري استهدف حافلة صغيرة كانت تقل متعاقدين أمنيين نيباليين في العاصمة كابول. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية صديق صديقي أن الشرطة تعمل على تحديد هوية الضحايا. من جانبه قال عبد الرحمن الرحيمي قائد شرطة كابول أن الانتحاري انتظر قرب المجمع الذي يقيم فيه المتعاقدون الأمنيون وقام بالهجوم لدى تحرك السيارة. بعد الفاصل تتابعون. النقابات الزراعية في عكار تنوه بقرار شهيب. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. قصد يعود عن مواقفه ويؤكد رضوخه لقرار حزب الكتائب. أحمد الحريري يؤكد مواصلة سياسة اليد الممدودة لإيصال لبنان إلى بر الأمان. الثوار يفكون الحصار عن دارية ويستعدون لمواصلة الزحف إلى الحاضر. استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية رئيس فؤاد السنيورة السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، وكان بحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب. السنيورة استقبل كذلك السفير المغربي في لبنان، وكان بحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. أقام الرئيس سعد الحريري غروب أمس في بيت الوسط مأدبة إفطار حضرها شباب وشابات من بيروت وسفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسان، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاك، وسفراء بولندا، كازاخستان، باكستان، الفلبين، كندا، والقائم بأعمال سفارة فرسان مالطا، وأطفال من دار الأيتام الإسلامية. وبعد الإفطار تحدث الحريري عن مختلف التطورات في البلاد. أقام مجمع عكار للرعاية والتنمية التابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الأيتام الإسلامية إفطاره الرمضاني السنوي في أعالي ببنين بحضور حشد من نواب المنطقة وفعالياتها. وقد شددت الكلمات التي ألقيت على أهمية أعمال الخير التي تقوم بها دار الأيتام الإسلامية، ولا سيما منها بث روح المحبة والتضامن والتكافل بين أبناء الوطن الواحد. كما أشارت إلى أن نشاطات هذا الدار تسهم في تحويلها مركزا للإنماء والرعاية التربوية والتعليمية والصحية. وتخلل الإفطار وصلات ورقصات من وحي شهر رمضان للأطفال المنتسبين للدار.
النقابات الزراعية في الشمال وعكار تطالب وزير الزراعة أكرم شهيب بمزيد من القرارات الجريئة لحماية المزارع وإنتاجه. تنويه من النقابات الزراعية في الشمال وعكار بقرار وزير الزراعة أكرم شهيب والقاضي بوقف استيراد عدد كبير من المنتوجات الزراعية السورية، وعقب اجتماعها في بلدة القليعات بحضور مزارعين وفاعليات وحشد من أهالي منطقة سهل عكار، طالبت النقابات الزراعية بحماية الانتاج الزراعي اللبناني عبر تشديد الرقابة على الحدود غير الشرعية، خصوصا في منطقة جوسي وما يدور حولها من فوضى. كما ونقترح على معالي وزير الزراعة على العمل على تجديد الرزنامة الزراعية مع الدول العربية المصدرة للسلع الزراعية، وبأخذ النظر للإنتاج اللبناني، كما ونطالب بتأمين أسواق خارجية لتصريف الإنتاج الزراعي الفائض في لبنان، علما تسبب هذا الموسم للتلف والكساد من حمضيات وبطاطا وغيره من المزروعات. كما طلب المزارعون شهيب باتخاذ المزيد من القرارات الجريئة وتشكيل مجلس استشاري بخصوص الرزنامة الزراعية. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. اختتام مشروع مبادرة المتوسط الأخضر بعد تمويله 60 مشروعا. ونصل مع باسل الخطيب إلى الصفحة الاقتصادية. تفضل باسل. أهلا روزي، أهلا بكم. رعت غرفة بيروت وجبل لبنان حفل اختتام مشروع مبادرة المتوسط الأخضر الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى التخلص من آفة النفايات. لمناسبة اختتام مشروع مبادرة المتوسط الأخضر الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ترأسه غرفة بيروت وجبل لبنان، نظمت الغرفة حفلا في فندق فينيسيا بحضور رئيس الغرفة محمد شقير المنسق الوطني لبرنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط لمياء شمس، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحشد من رؤساء الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال والمعنيين بالمشروع. شمس قالت إن البرنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط مول حوالي 60 مشروعا بقيمة إجمالية تفوق 24 مليون يورو على شكل برنامج هبات من الاتحاد الأوروبي موزعة بين الوزارات والبلديات بقيمة حوالي 10 ملايين يورو والجمعيات والهيئات التي لا تبغى الربح بقيمة حوالي 14 مليون يورو. من جهته قال شقير إن لبنان بأمس الحاجة لمثل هذه المشاريع والمبادرات التي تسهم في التخلص من آفة النفايات التي لا تزال تلقي بثقلها على اللبنانيين، وأوضح أن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تم تنفيذه بإدارة وإشراف غرفة بيروت وجبل لبنان بالتعاون مع 11 شريكا متوسطيا نجح بالوصول إلى أهدافه، لسيما تثقيف الجيل الجديد حول التخلص من النفايات الصلبة عبر إعادة التدوير، وها هو يعطي الأمل بإمكانية الخروج من هذا النفق المظلم. وأشار إلى أنه من خلال 12 آلة لإعادة تدوير عكسية لجمع البلاستيك وعبوات الألومنيوم التي تم وضعها من خلال المشروع في بعض المدارس والجامعات، تم ملاحظة مدى استجابة كل الفئات العمرية من الطلاب لموضوع إعادة التدوير. حقق الاقتصاد الألماني بداية جيدة في الربع الثاني من هذا العام، ومن المتوقع يستمر اتجاهه الصعودي على الأرجح وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام. ونما أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.7% خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس أذار، مسجلا أقوى وتيرة نمو فصلي في عامين، حيث كان للاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمارات في قطاع البناء والإنفاق الحكومي على اللاجئين أثر فاق الضعف الذي لحق بالتجارة الخارجية. وتتوقع الحكومة أن يكون الاستهلاك المحلي قاطرة الاقتصاد، وقد يدفع الطلب المحلي القوي حصيلة الدخل من الضرائب إلى الارتفاع، حيث زاد إجمالي الإيرادات نحو 6% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، قالت الوزارة إن الصادرات ما زالت تحقق نموا بفضل الطلب القوي من دول الاتحاد الأوروبي الذي يعوض تراجع الطلب من الأسواق الناشئة مثل الصين والبرازيل وروسيا. أقامت جمعيتان للدفاع عن المستهلكين بأستراليا دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد شركتين لبيع السجائر الإلكترونية إي سيجاريت، قائلة إن الشركتين ضللتا المستهلكين بادعائهما أن منتجاتهما لا تسبب السرطان. وقالت جمعيتا المنافسة الأسترالية ولجنة المستهلكين في بيان إن الشركتين
وكلاهما من شركات البيع بالتجزئة على الإنترنت زعمتا على موقعيهما على الإنترنت أن سجائرهما لا تحتوي على المواد الكيميائية السامة الموجودة في السجائر التقليدية. ويجادل الخبراء بشدة بشأن ما إذا كانت السجائر الإلكترونية يمكن أن تساعد الناس على الإقلاع عن التدخين، وما إذا كانت آمنة، مع إثارة بعض الدراسات مخاوف من احتواء بعض مكوناتها على السموم. وتواجه الشركتان فرض غرامة عليهما تصل إلى 1,100,000 دولار أسترالي، ما يقارب 818 مليون دولار أمريكي، لخرقهما قوانين المستهلكين. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء. بعد الفاصل في الرياضة، ألبانيا تحقق فوزا تاريخيا على رومانيا وتترقب فرصة تأهلها في اليورو. ومع هبة زيدان نصل إلى الصفحة الرياضية. تفضلي هبة. شكرا روزي، مساء الخير. نبدا اخبارنا مع الان بي اي، حيث توج فريق كليفلاند كافاليرز فجر اليوم بلقب الدوري الامريكي لمحترفي كره السله بعد ما تغلب بالمباراه السابعه من السلسله النهائيه على جولدن ستيت ووريرز بنتيجه 93 مقابل 89 نقطه، ليحسم كليفلاند اذا السلسله لصالحه بنتيجه 4-3. وكان ليبرون جيمس نجم كليفلاند واللقاء بتسجيله 27 نقطه، في حين اكتفى نجم جولدن ستيت ستيف كوري ب 17 نقطه فقط. كما ايضا تم تتويج ليبرون جيمس بلقب افضل لاعب بمباريات سلسله نهائي الان بي اي للمره الثالثه بعد ما فاز بها الجائزه عامي 2012 و2013. الى اخبار الفوتبول، حيث حجز منتخب سويسرا مقعده بالدور الثاني لبطوله كاس الامم الاوروبيه للمره الاولى بتاريخه بعد تعادله السلبي الثمين مع منتخب فرنسا بالجوله الثالثه الاخيره من مباريات المجموعه الاولى. ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 7 نقاط ليحافظ على موقعه بصدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام المنتخب السويسري يلي حجز البطاقة الثانية للمجموعة إلى دور 16، ولتكون المرة الأولى يلي بيجتاز فيها دور المجموعات بتاريخ مشاركاته بالبطولات الأوروبية. بدوره فجر منتخب ألبانيا المفاجأة وحقق فوزه الأول بتاريخ بطولات كأس الأمم الأوروبية وأطاح بنظيره الروماني بالتغلب عليه 1-0 بالجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى من الدور الأول للبطولة. وحصد المنتخب الألباني أول 3 نقاط لإله بالبطولة ليتقدم إلى المركز الثالث بالمجموعة ويحتفظ بالأمل بالتأهل لدور الثاني، فيما أهدر المنتخب الروماني ما تبقى عنده من أمل وتجمد رصيده عند نقطة واحدة ليتراجع إلى المركز الأخير بالمجموعة ويودع اليورو. دايما مع أخبار اليورو، حيث يبدو المنتخب الإنجليزي أقرب للتأهل للدور ثمن النهائي عندما بيلتقي سلوفاكيا الليلة، في حين ترصد ويلز تأهل تاريخي عندما بتواجه روسيا اليوم أيضا ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. وبتتصدر إنجلترا ترتيب المجموعة ب4 نقاط، حيث بيكفي المنتخب الإنجليزي التعادل لضمان بطاقته إلى الدور الثاني، في حين ويلز رح تضمن تخطيها الدور الأول بأول مشاركة لها بالبطولة بحال الفوز أو التعادل، كما أن الخسارة قد تمنحها البطاقة التاريخية باعتبارها أحد 4 منتخبات حلت بالمركز الثالث، فيما تجد روسيا نفسها أمام ضرورة الفوز لمواصلة المشوار بالعرس القاري. بدي أذكر أنه بيتأهل صاحب المركزين الأول والثاني إلى جانب أفضل 4 منتخبات بتحل ثالثة بالمجموعات الست للدور ثمن النهائي. إلى أخبار التنس، حيث حطم البريطاني أندي موري الرقم القياسي بإحرازه اللقب الخامس لبطولة كوينز الإنجليزية الدولية البالغة جوائزها نحو 1,929,000 يورو بفوزه بالمباراة النهائية على الكندي ميلوس راونيتش الثالث بمجموعتين من دون رد بواقع 6-7 6-4 و6-3. وهيك بيكون احتفظ موري بلقب هالدورة للمرة الخامسة رافعا رصيده إلى 37 لقب بمسيرته الاحترافية. بدورة توجت الأمريكية ماديسون كيز بلقب دورة برمنغهام الإنجليزية الدولية البالغة جوائزها 846,000 دولار بفوزها بالمباراة النهائية على التشيكية باربورا ستريكوفا بمجموعتين من دون مقابل وبنتيجة 6-3 و6-4. بدي أذكر أنه هذا اللقب هو الثاني لستريكوفا بمسيرتها الاحترافية وعلى الملاعب العشبية.
عاد سائق مرسيدس الألماني نيكو روزبرغ إلى الدرجة الأولى من منصة التتويج، وذلك بعد ما توج بلقب جائزة أوروبا الكبرى مرحلة الثامنة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1. روزبرغ عاد إلى الانتصارات مجدداً إذن بعد ما حافظ على المركز الأول يلي انطلق منه، مستفيد من الحادث يلي تعرض له هاملتون بالتجارب وأجبره على الانطلاق من المركز العاشر. واستحق روزبرغ فوزه التسعتاش بعد ما سيطر على السبق الأذربيجاني من البداية حتى النهاية، متقدم على سائقي فراري مواطنه سيباستيان فيتيل وفورس إنديا مرسيدس المكسيكي سيرجيو بيريز ليحتل المركز الأول ويعزز صدارته للترتيب العام برصيد 141 نقطة مقابل 117 لهاملتون. هذا كان كل شيء بأخبار رياضة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. والآن نذكر بعناوين النشرة. ملتزم بالاستمرار بتصريف الأعمال، وهذا الأمر اللي كان في تفاهم ضمني داخل القيادة الكتائبية عليه. قز يعود عن مواقفه ويؤكد رضوخه لقرار حزب الكتائب. إنه أمنا هو حماية أهلنا. أحمد الحريري يؤكد مواصلة سياسة اليد الممدودة لإيصال لبنان إلى بر الأمان. الثوار يفكون الحصار عن درية ويستعدون لمواصلة الزحف إلى الحاضر. وكان في الرياضة، كليفلاند يكلل عودته التاريخية ويحقق لقب الـ NBA. ختام النشرة، شكرا وإلى اللقاء. أن بيت المستقبل ثابت الأركان والأساسات.